السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بحد ولد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كين في المملكة المغربية الخيرات والروال المغربية والناس مولي المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. أيالات رجال أبنات أولاد بتاريخ 22/10/2023 السعيد فقري هذا عطوه على الله 640 عرض الزين بلجيكي كما تشوفوا معنا. وبي بقى خسر الفلوس فعلا. عرض زين، عرض زين تيبان ليا غير هو غير كساب ماشي بيع وشري، تنوريوها لجميع المشاهدين. هادو ب 840 باش دام العربي ودعمي في السوق الاسبوعي حد ولاد عبدون بخريبكه. و الهولندي اللي باعوا الهولندي ولا عندكم في المحل ولا؟ لا والله عندنا تزور من بعيد. عيد لنا يا سيدي يا سيدي يا هاد الناس غير كتابات يقولوا 460 حد ولاد عبدون بخريبكة وبيعوا. سير سير الله سير ما سديش ما نبيعوش. اي صاحبي رفع يسوق لك قال لك يسوق لك ما داش المشكل يسوق لك تبغى يسوق لك. انا ما تجيش كاع ما شاريش عديك ولا تا شاري عندك. اش عطيت يا عبد الرحمن؟ 60 كثير ما عبد الرحمن شاريش عطاني 70 حتى قاس حتى دير اقل من شكوانه. واش بان لك غاز؟ واش شاريش عندي عبد الرحمن؟ ودي الله يربط ترى ما نزيدش ما نبيع لكش بعدا. لا سير الله يسهلك. قديتي ب 70 عبد الرحيم؟ ما نبيعوش ب 70. لا دوك ما يعطونيش فلوس عبد الرحيم تقول لنا الهضره. يا ودي نسمحوا لهم. كلش 150 راه غلى عليه 383 383 الصورة لا شت الصورة صورة تاع تساعي لا غير داوي معاه. خليها يتباع المليح ما تباعش اليوم مشى للسوق وما تباعش. راه قال لنا سعيد بغيت فيه 4 ملايين. دابا بقى في 70 73 33 ألف تاع الدرهم و500 مولا غير كساب في الفقرة. هذا الخط 390 تشاركتي معاهم سير النعش اش جيتي دير هنايا؟ انا نحليب. ها؟ انا نحليب. عاد تشوفوا الحليب تاعنا يا عاد قالك دار راويني شني ما كاينش مولاه عاطينو 300
اش دايره في السنة؟ مقور ها؟ ستاتي دابا بقينا عام وتشرف باش عرفتي باقي لي عام ايوا راه حنا حرفتنا حرفت ولدي تشتو يحلب هي عاطفه لا راه دار تقلف المزازل واش مريقلات اه كلشي على البز والبز شحال تبينا كان ناقص هيا انا سير سير تكن على تكن على وبين ود سليمان اش قلتي ليها والمختار راه يبيع لك سعيد اللي يبيع لك هو خا تاع ابراهيم راه سعيد اللي يبيع ثلاثة وعشرين ألف تاع الدرهم وخمسمية تقول هذا تبقى 460 شويتي فيه ولا طولك؟ ما بغيتيش فيها؟ وانت ما ايوا هذا بالفقي بن صالح جا اليوم الحد ولاد عبدون بن خريبكا وشرا هذا ب 307 307 مرحبا اش النهار نهجموا عليكم تماك ان شاء الله الله يحفظك شحال السيرة والدين 340 خلاصوا خلي الكل شحال ود صالح؟ هذا بو تبقى كان يبيع 20 في البقر القزال حال صالح من ولاد ابراهيم شحال رشيد؟ بعتي الاخر؟ لا باقي 840 اشخاص هما اللي صورت الصباح هما اللي صورت الاولى ما طوكش فيهم؟ طونا فيهم شي بركه ما قال عندنا والو وبير السماح بير السماح لا 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 راجل درواش راجل داخل سوق راسه اثنين واربعين الف تاع الدرهم شجرتهم خوه قال لي ملهيها عين دابا دابا اخرج تخرج صار كان بو زكري هنايا يعني. شفتو هذا رشيد ود بو زكري احنا نقولوا بو زكري كاع ما نقولوا بالفقي بن صالح هاد خيرات تون حباب تونا من قدامى في الفقي بن صالح تنحيوا جميع المشاهدين تبارك الله على عبد الغني هادو تمو تيبيعو 20 في البقر القزالي هادو تاوكم ما دينو البيع وشري احنا في السوق الاسبوعي حد ولاد عبدون بخريب لا السلعة موجودة وكان شو جات الرواج ويني دابا السلعة شراوها البيع وشريا وبقى هذاك الشيء واقف كيما تشوف السلعة كثيرة كاينة ويني رقيقة ما كاينش مليح بزاف غير شي عجولة قلال كانوا ملاح اليوم في السوق الاسبوعي بحد ولاد عبدون رقيق وما تباعش واحد غليظ وما باعوش كما تشوفوا معنا في حد ولاد عبدون بخريف كاع عطوه 3 ملايين و70 33 الف تاع الدرهم وما تباعش وما تباعش وما تباعش كلهم تنعرفهم لا بقع وشرية ولا كسامة ولا كاع هاد القبيل تنعرفهم من زمانات ماشي يلا عرفناهم تنوريهم جميع المشاهدين وانا ما بغيتو تبيعو شارينو 370 خاصكم تبيعوه